من فترة الانكسار في 67 والمعاناة في العودة إلى فترة الانتصار. الإذاعة تجيشت في 73 علشان تلهب الروح المعنوية. برضو هذا الأمر حكاية كامل يعني عبور مرتبط بالرياضة يا أستاذ أيمن. أنه كان يوميتها فيه كانت الدنيا رمضان. كانت المباريات تقام الساعة 1 الظهر. وكانت المباراة أظن في ملعب الترسانة بين الترسانة والمحلة. وأنا قاعد من زيع المباراة زيع فجأة لقيت أنا حسيت زي ما يكون في الإرسال بتاع المباراة ما فيش يعني بس لقيت قبل كده إنه الناس في المدرجات بتاعت الدرجة الثالثة في الترسانة بتسقف على حاجة لا تتسق مع مجريات اللاعب. يعني الكرة عادية جدا إيه اللي يخليهم يزعقوا ويسقفوا. وجاء واحد منهم يجري رفعنا العلم حطمنا بالريف عبرنا طبعا احنا عرفت انا ليه الاذاعه مش شغاله من حضرتك مش على الهواء نقل كل الاذاعه عشان كلها اختلطت في موجه واحده عشان نقول البيان الاول الساعه 2:05 كان الشوط الثاني على قارب على الانتهاء في هذه في هذا التوقيت. عرفنا بقى انه الحرب عامل سبت طبعا الترسانه وجري عن طردنا حوالي اسبوعين واحنا نعيش في الاذاعه كمقدمين برامج وكمذيعين نعيش ننام يا دوب الواحد يروح البيت عشان يغير هدومه مثلا ويرجع نقعد في الاذاعه. وتغيرت خريطه البرامج كلها لسنه كلها اصبحت الاذاعه كل القنوات بقت موجه واحده. موجه واحده اللي هي بتذيع. حضرتك طبعا جاءت البيانات وجاءت الاغاني الحلوه خاصة إن احنا أخذنا طاقة مضاعفة من خلال ما تحقق من انتصارات من مغاوير الذين عبروا المستحيل. حضرتك تابعت بقى الموضوع ده وكان